السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي النهاردة في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل وصفة حلوة قوي لإزالة الجير الموجود في الأسنان وكمان تفتيحها وتبييض الأسنان. كمان وصفة بتاعتنا دي بتخلي رائحة الفم جميلة جدا. ناس كتير بتعاني من رائحة الفم الكريهة. النهاردة وصفتنا تحفة وهتعجبكم إن شاء الله. احنا مش هنعمل وصفة واحدة، هنعمل كذا وصفة علشان لو المكونات دي مش متوفرة عندك ان شاء الله المكونات التانية تكون متوفرة معاكي. ومعين عارفة ان المكونات النهاردة سهلة وبسيطة وموجودة في اي بيت ورخيصة جدا جدا، مش هتكلفك اي حاجة ان شاء الله. يلا تابعيني لاخر الفيديو عشان نشوف تبييض وتفتيح الاسنان جميل جدا هيعجبكم ان شاء الله. قبل ما نبدا نقول مكونات الوصفه بتاعتنا، ما تنسوش لو اول مره تدخلي قناتي اشتركي معايا ونضغط على زر الاشتراك او سبسكرايب، وكمان نضغط على الجرس عشان كل فيديوهاتي الجديده توصل لكم ان شاء الله. يلا تابعوني لاخر الفيديو لما نقول مكونات وصفتنا ونعملها مع بعض. وهنبدأ نعمل مع بعض بقى الوصفة دلوقتي اللي احنا قلنا عليها. هنعمل وصفتين وهنعمل كمان غسول تحفة جدا هيخلي بقك ريحته جميلة جدا جدا، وخاصة الشباب اللي بتشرب سجاير ليل ونهار بيبقى طبعا ريحة البق كريهة قوي، مش مقبولة. تمام. فالنهاردة بقى هقول لكم على غسول حلو جدا، وهقول لكم برضو على وصفتين جميل قوي، وصفة للثة الحساسة وللثة العادية. اول حاجة هعمل معاكم دلوقتي الوصفة للثة الحساسة. لو انتي لثتك حساسة وبتتحسسي قوي من حاجة، النهاردة هعمل معاكي الوصفة الاولى دي. هحتاج فيها حبة واحدة من الطماطم اهي زي ما انتم شايفين، هبدأ اقطعها كده اهو، وهاخد نصها وهسيب النص التاني هحتاجه برضو. تمام. هنشيل النص ده. الله، ده طماطم فلاحي جميلة. بص بقى هبدأ اعمل ايه بقى. انا معايا الطبق ده كده، هاخد الطماطم كده هعصر كده اهو. انا مش عايزة القشر، انا عايزة الطماطم اللي هي بتبقى في النص دي كده. بصوا اهو كده انا اخدت ايه القلب اللي هو بتاع الطماطم ده. مش هنعصرها في الكبة ولا في الخلاط، لا هتعصرها بايديك زي الليمونة كده بس اهو. تمام. ومعايا هنا اهو معايا بقى المعجون. اي نوع معجون انت بتستخدمي؟ انا عن نفسي بستخدم سنسودايد، يعني انا بحب النوع ده جدا، جميل قوي اللي بستعمله. تمام. هبدأ اخد بقى كمية اللي انا بحطها على فرشة السنان بتاعتي وهضيفها على الطماطم اهي، وهبدأ امسك بقى الايه معجون الاسنان مع الطماطم كده اهو بالشكل ده اهو. انا كده قلبته اهو زي ما انتم شايفين. بصوا هي عبارة عن معلقة واحدة. كل اللي انا هعمله بقى هعمل ايه، انا طبعا ضفت الطماطم. الطماطم ديت جميلة جدا جدا، والفيتامين الموجود فيها بيساعد على تبييض وتنظيف الاسنان. وهاخد الفرشة بتاعتي وهبدأ اغسل اسناني عادي، هاخد كده على الفرشة اهو وابدأ اغسل اسناني عادي جدا. هنعمل الوصفة ديت ممكن تعمليها مرة واحدة بس في اليوم، يعني اول ما تقومي من النوم اعمليها او قبل ما تنامي. برضو جميلة جدا جدا يا بنات، بتحافظ على الاسنان من الاصفرار، وكمان جميلة جدا جدا للاسنان وبتبيض الاسنان. الطماطم روعة جدا جدا لتنظيف الاسنان. ده بالنسبة للوصفة دي لو انت لثتك حساسة وما بتقدرش تتحملي بقى الليمون والبيكربونات الصوديوم وكده. تمام. تاني وصفة بقى معايا دي بقى اللي عايزة لثة من حديد. يعني لو لثتك حساسة اعملي الوصفة الاولى دي، لو مش حساسة هنبدأ بقى نعمل الوصفة التانية. وهي عبارة عن ايه، انا معايا هنا نص ليمونة اهو ومعايا نص طماطماية. تمام. هبدأ اعصر نص الطماطماية زي الاولى كده بالظبط اهو كده. تمام. هاخد برضو القلب بتاع الطماطماية كده. تمام اهو. وهبدأ بقى اضيف عليها ايه، معايا هنا بيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم احنا عارفين ان احنا بنغسل بقى اسناننا وبتخلي الاسنان نظيفه جدا وجميله جدا، بس عايزه اللثه اللي هي تكون تتحملها.
انا مش هضيف كتير برضو يعني. بصي شعيرات بسيطة قوي اهي، يعني يكاد تكون اقل من ربع المعلقة اهي، هضيفها على الطماطم كده اهو. شايفين بقى بيحصل تفاعل ازاي مع الطماطم اهي، شايفين فارت ازاي مرة واحدة، تمام. وهضيف برضو قطرات من الليمون او نص ليمونة لو انت برضو لستك بتتحمل الايه الليمون، تمام اهو كده. وكده بقى معايا الوصفة التانية اللي احنا عايزين لها لسة من حديد، يعني لو لستك بتتحمل اعملي الوصفة دي، بتعمل تفتيح رائع جدا قوي، بتزيل كمان الجير الموجود. ايه شايفين اهو، شايفين الرغاوي دي بقى، دي بقى اللي انا هغسل بيها لستي. ممكن برضو تضيفي قطعة صغيرة من معجون الاسنان اللي انت بتستعمليه على الكمية بتاعتنا دي، وهتاخدي بالفرشة كده وتدعكي بيها الاسنان. يعني طبعا تفريش زي ما انت بتفرشي اسنانك وبتغسليها كويس جدا، تمام. يبقى انا كده معايا وصفتين، وصفة للثة الحساسة ووصفة للثة اللي بتتحمل يعني تكون لسه من حديد وما تتاثرش بالبيكربونات الصوديوم ولا بالليمون، لان في ناس اللثه بتاعتها بتتاثر بالبيكربونات الصوديوم وكمان بتتاثر بالليمون. لو انت حساسه اعملي بقى الليمون بقى البرتقال الطماطم بس ومعجون الاسنان، تمام. يبقى كده معايا الوصفتين. ندخل بقى على الغسول اللي انا همضمض بيه فمي الصبح وبالليل، هيخلي ريحة فمك جميلة قوي، خاصة الناس، في ناس بتصحى من النوم بتبقى ريحة فمها مش حلوة وبتتضايق وبتضايق الناس اللي معاها. الشباب برضو اللي بتشرب سجاير زي ما قلنا، برضو السجاير بقى والنيكوتين بيخلي ريحة الأسنان مش كويسة وبيبوظ الأسنان كمان. هعمل ايه هنا بقى؟ انا معايا هنا الكوب بتاعي زي ما انتم شايفين كده، ومعايا النعناع. شايفين نعناع؟ النعناع ده انا شايفين بخزنه هنا معايا في البراطيم، وبخزن الخضار. انا قلت لكم فيديوهات كتير الحوار ده، ولا حد قال لي فكرة حلوة ولا حاجة كده. ماشي ماشي، بصوا بقى انا معايا هنا ايه، هاخد ايه يعني حفنة صغيرة كده اهي، يعني تقريبا 5 او 6 فروع اهو من النعناع، هضيفهم في الكوباية بتاعتي دي، تمام. ومعايا هنا بقى الليمونة دي اهي، هبدأ اعصرها برضو على النعناع. بصوا كده هنعصرها بقى كده اهو على النعناع. وعلى فكرة ما تخافيش بقى، حتى لو دي فيها ليمون ما تخافيش فيها، دي مضمضة يعني مش هنبلعها ولا مضمضة. وبعدين هقولك هتخففيها بإيه، هنعصر الليمونة كاملة اهي على النعناع، تمام اهو. وبعد كده معايا ايه، ثواني بقى اجيب منديل الاول. معايا هنا المية السخنة المغلية اللي انا غليتها في الكاتل بتاعي اهو، هبدأ اضيفها بقى على الكوب النعناع والليمون كده اهو. ويفضل المية تكون سخنة طبعا، تغليها عشان ايه، عشان النعناع يخرط معاكي ويطلع الريحة الجميلة اللي احنا عايزينها. يعني مينفعش تضيفي مية باردة، لا لازم نضيف مية تكون مغلية، تمام. انا كده المية بتاعتي طبعا مغلية زي ما انتم شايفين اهو، شايفين دخان. وعصرت كمان الليمونة، تمام. هسيبها بقى وهسيبها يعني لحد ما تبقى دافية، يعني طبعا مش هنضمط بيها وهي سخنة قوي كده، لا هسيبها لحد ما يعني تبرد وتبقى يا دوب دافية، ما تسيبهاش تبرد قوي، هغطيها كده، تمام. وهبدأ بقى بعد ما تبرد تبقى دافية بس، هبدأ بقى ايه امضمض واضيف المية في الحوض، ما بلعش المية بتاعتها، تمام. المضمضة دي بقى فايدتها جميلة جدا جدا، بتخلي ريحة الفم جميلة، بتقوي الأسنان، كمان بتساعدك على ان انت يعني تبقى يعني في انتعاش كده في الفم، فاهمة؟ جميلة جدا جدا يا بنات، عايزاكم تعملوها والله، ريحتها جميلة، ريحتها حلوة قوي.
تمام. يبقى احنا كده عملنا وصفتين وعملنا غسول. اتمنى ان شاء الله باذن الله الوصفات دي تعجبكم، بتجيب نتيجه حلوه والله، جربوها وهتشوفوا. ما تنسوش بقى تحطوا لايكات كتير بقى، عايزين نشجعوا جيجي كده، عايزين لايكات كتير قوي للفيديو ده. يا ترى الفيديو ده هيوصل لكام لايك؟ مش عارفه بقى، انا هسيبكم انتوا وضميركم بقى. وصلوا ل 5000 لايك، 10000 لايك، انا مستنيه اشوف رايكم وتعليقاتكم في الكومنتات. يا رب الوصفه تعجبكم ان شاء الله باذن الله. يلا باي باي. لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تضغطوا على اشتراك او سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ولو عجبكم الفيديو يا ريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.